صالح، يعني كيف شايف هالمسألة، مسألة الحملات اللي على بعض اللاعبين؟ شفنا في فترة سابقة حملات على سلمان الفرج كثيرة في الهلال، يعني كان للرجل يعني بعض الهفوات في مباريات للهلال، لكن في أكثر المباريات كان سلمان الفرج مثل مباراة اليوم كان نجم من نجوم الهلال. شوف، بالنسبة لسلمان الفرج أنا أعتبره بكل المقاييس كرة القدم عندي أنا أنه أفضل لاعب سعودي. وأنا معك. نعم، اللاعب يتعرض أحيانا إلى انخفاض في المستوى أو هبوط في الأداء، عدم حضور ذهني في بعض المباريات، هذا شيء طبيعي. لاعب يمثل المنتخب السعودي في جميع تقريبا مبارياته، يمثل الهلال كعنصر أساسي، يلعب على مستوى جميع البطولات اللي مشارك فيها المنتخب السعودي أو الهلال منذ تقريبا أكثر من 6 أو 7 سنوات كلاعب أساسي وكعنصر أساسي. لابد أن تمر عليه فترة من الفترات في بعض المباريات هبوط في المستوى أو شرود في الذهن أو إرهاق إجهاد ذهني حتى. أكيد توصل هذه، أكيد توصل هالأمور يا صالح، أكيد هالانتقادات المتكررة. اللاعب يعني يقرأ التويتر، يقرأ طبيعي وسائل التواصل، يقرأ الواتس، يجيه مكالمات في هالطريقة، أكيد راح يعني يكون له تأثير حتى لو بسيط في مستواه. صحيح، وهذا شيء طبيعي في كرة القدم، ما دام انه لاعب في نادي زي الهلال وممثل للمنتخب، لاعب احد لعيبة المنتخب، اكيد انه حيقرا وتمر عليه بعض الاوقات الصعبة كاملة مع التعاطي مع الجمهور. لكن بكل امانة شهادة حق، انا اشوف انه سلمان الفرج جالس يقدم مستويات رائعة جدا، وهذا دليل على ثقته الكبيرة في امكانياته. ايش ينقص الهلال حاليا لتحقيق دوري ابطال اسيا؟ انت لو انت مسؤول في الهلال، ايش الان الخلطه المثلى لتحقيق الهلال دوري ابطال اسيا؟ والله شوف، التركيز مهم، التركيز مهم، وبعيد عن الاطراء الزايد. انا اشوف ان مباراه الايراني انتهت بخيرها وشرها، المباراه الاولى ننتظر المباراه الثانيه، يجب ان يكون تركيزنا عليها كهلاليين مثلا، ونبحث عن المباراه القادمه بعد ما نعرف من هو المتاهل. أكثر من أن التركيز على كل مباراة على حدة ما أعتقد أنه مطلوب. التحفيز المالي لازم يكون موجود، التحفيز المعنوي، وأعتقد الدولة حفظها الله هتدعم، ممثلة في الرئيس العام للهيئة سعادة الأستاذ معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، أنه حيكون في دعم، والاتحاد السعودي أيضا حيقدم دعم كبير للهلال في خلال الفترة القادمة.